دي. كويس كويس. ناخذ يطلع شي فوق ال 30 كيلو. شوفوا لي هالاحجام ما شاء الله. حياكم شباب، حياكم غواني، رحلة صيد جديدة يا اخواني. المحل سري اليوم، ما راح نخبركم لين رايحين. احنا راح نخيم هون اليوم ان شاء الله اخواني، طالعين نصيد سازان وجري. بعون الله شفت عينكم، قررنا نوصل عند المي. المحل هذا جينا له بس مرة هذيك السنة، هاي ثاني مرة نجي له المحل هذا، ما حبينا نبعد كثير طبعا لقدام، في محلات افضل للصيد، بس قلنا بلا ما نبعد اليوم. اتمنى تستمتعوا معنا بالرحلة اخواني، وتحياتنا لكم. هاي اخواني راح نستقر هون ان شاء الله، هاي راح نبلش نطالع الاغراض. الشباب جايبين الحافات كمان معن، ناويين يضربوها نومه بالليل. هواء قوي اخواني، ان شاء الله بالليل الهواء يخف شوي، اذا ضل هيك شوي الهواء مزعج بصراحه. سمينا بالله، الطعوم جاهزه معنا، فشه كمان جاهزه من المره الماضيه، وجبنا معنا كمان فشه احتياط. حاليا ما راح يلزم نشوي فشه، راح نكب كسبه ونحط سمك كمان اخواني. هاي راح ننزل الاغراض يا رب اخواني. محل جيار وقعدة كثير طيب اليوم، بس ان شاء الله يصير نخر. شفت عندكم السيارة جبنا عند المي، هالشغلة كثير ريحتنا بصراحة. المحل الأقدام شغلة 10 كيلو متر، كانت السيارة راح تضل بعيدة شوي علينا، كان راح نضطر نحمل هالاغراض مسافة 2 أو 3 كيلو، فما في داعي. سمينا بالله وهلا راح نضل شغالين اخواني. هاي عمو محمود، هاي ثاني كلاب. الطعم طعم فشة ثاني كلاب، طبعا الهواء جاي عكسنا اليوم. شوفوا الطعم اخواني، حاطط درة عمو محمود اليوم، درة على كيف كيوف. كان هذا الطعم اول مرة نستخدمه اليوم، درة طبيعية هاي طبعا، مو درة صناعية، ما برشش لها دواء. والله في هواء اليوم، ان شاء الله بالليل يخف ابو محمود. بس محلك قاعده طيبه ها. فوق سنارتي اخواني، الطعم على الشكل التالي اليوم. درة ابرتين مثل ما انتم شايفين، ابره رصاص ابره، درة غالينا وحراشين لها دواء مع فشه. الكلاب الثاني هذا زبطته قبل ما اجي اليوم اخواني، شوفوا لي على هالحلاوه السيستم، ولا احلى من هيك. هذا متفائل كثير منه، رصاص 70 اخواني. شوفوا اخواني رصاصه صغيره هون، سمكه وفشه. الكلاب الثالث اخواني كسبه، هون حاطط خرزة فسفورية مع حبة ذرة من المغلية، وهون خرزة تلمع خرزة صفرة. هون اخواني سيستم رصاصة واحدة وفشة على الشكل التالي، هون كمان كذلك الامر. هون لما ضبطوا بالسنارات شوفوا الخيط الطعبت شوي، ولا بالعادة كل واحد دل لحاله. رصاصة 60، ابرة سمك، ابرة فشة. سمينا بالله هلا حنزت. هاي اخواني شوفوا، وصلنا مع الغروب تقريبا. هاي الطعوم على الشكل التالي، خمس سنارات جهزتهم اخواني، بدي اكبها هنيك كلابين كمان. سمينا بالله اخواني، الطعم سمك وفشة فرجتكم. قبل شوي ترجمة
رصاصة وفشة. الخيطان بدي ارجع لهن شوي ثاني اخواني. هنا الكسبة، اليوم متفائلين على الكسبة كمان اخواني. شوفوا سيستم الكسبة عندي، شي رواق، شي ولا احلى من هيك. هذا السيستم جهزتوه اليوم اخواني قبل ما نطلع على رحلة الصيد. شوفوا اخواني، طبعا بس تتركون لحال الخيطان ما بيجوا على بعض اخواني. شوفوا سيستم ولا اروع من هيك. السنارة الخامسة والاخيرة الطعم مثل ما فرجيتكم قبل شوي على الشكل التالي، ذرة وفشة. بسم الله. يا سيدي شوي تاني كان صد الطير يا جماعة. بإذن الله ما رح نرجع فاضي. اخواني شفت عنكم الخمس سنارات صاروا جاهزين، هلا بدي اضبط كلابين كسبة اخواني، بدي اكبن على جنب هنيك. هذا اول كلاب اخواني، هدول كلابين هلا بدي اكبن على اليسار هنيك. شوفوا سيستم على كيف كيفكن. هلا بوحدة منهم كمان بدي احط حبة ذرة هون اخواني. اخواني غابت الشمس، هاي شفت عينكن لحد الان النقر خفيف ما صار. المنطقة اللي هون نحن موجودين فيها مليانة حجر اخواني، اول ما اجينا شفناهن ذاتا، لما دخلنا لمنطقة طاروا بعد وشوي. القاعدة رواق على كيف كيف كان. كبيت كلاب هون اخواني، هون في سادس حطيت كسبة وخمس سنارات ستة كفي وبزيادة كمان. شوفت عين كان القاعدة من احلى ما يكون. بالليل راح نفتح خيمتنا هون. ارقد 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 ابو محمود. والله ما بعرف والله، صح قلب سنارتي ياو. يا اخواني هلا جبنا تناكل دوندرما ومع خيار وبندورة. ابو محمود جاب لنا دوندرما مع خيار وبندورة. تناكل لقمة اخواني، نقل خفيف لحد الان. عاد نطلع دوندرما عمي ابو محمود، ايش وضعه؟ شغل قامش لي. الله يا سلام يا سلام يا سلام. دون درما على كيف كيف كان، هاي شغل قهرمان مرش اخواني. ها دون درما ما في منا بالعالم، دون درما وخيار قطع خيار وبندورة. ما يلزم تقطع ابو محمود، بالدرب بسنانك قال قطع بندورة. مو مسري كيري ولا مسري. هاي وجبة العشاء اخواني اليوم، الاكل متواضع. طبعا اخواني هون بتركيا بالعادة وجبة الغداء عندنا تصير قبل المغرب، فترة المغرب، فدايما نطلع على الصيد عم نجيب الاكل البايت تبع البارحة او ولت البارحة، لانه وجبة اليوم لسه ما صارت. هلا مثل هالاوقات تصير اكلنا بالبيت اخواني، نعمة كريمة نعمة الله. في ناس حصرت هالمعكرونة هتاهم مقطع خضرة زي شي طيب.
وعدنا العشاء ها من لبان ضايم اخواني. عملنا كباب اليوم لا هنيه بلا كان اشتهيناه، كان معنا اخواني. طلعوا عمي محمود انقاد يا شباب. ما شافن. يلا صحة محمود صحة. شلون الكباب ابو محمود؟ طيبة طيبة. كباب العشرة راح لها ابو محمود. شوف ايمتى يجي الضبع تزورنا ابو محمود تقول؟ انا هو مسترجي يجي الضبع. شطلك جاهز، اهم شيء شطلك يكون جاهز. اخواني طبعا نحن البرية ما نطلع بدون سلاح، معنا شطل سلاح العابر للقارات المعروف دوليا. هلا بس ما يجي طبع او تعالب عمو ابو محمود شطله جاهز بدا يخبطن. اخواني شوفوا صيد اليوم. هذا شو ده؟ هاي خالو حسين ضرب معه. اخواني شوفوا الفشه ضربت مو خالو حسين. ايه سمك. هيلو سلحفات تاكل سمك ياو. وقفي يا ابو ايش طالع من تمها يا ابو محمود. اخواني اصطدنا سلحفات يا سيدي. بلعتها بلعب محمود دخلت وصلت للمري تبعها. كادر يا لي كادر. وين نحن نقول وين النقر؟ السمك يا مو بشرف. اخواني هاي بشركن كو عمو محمود كمان تزيد سلحفه. والله نقرا نقر سلحفات وعلى اغلب اخواني عم تعلي الخيط هيك شوي شوي عم تنزلو. والله عمو محمود ما عنده مزح. كو هداك زي نقر عند عمو محمود. هلا جددنا الكلاليب اخواني. جاهز زيدك ابو محمود بس سوى الخيط ساوي انترو لفوق. طبعا هلا جددنا كل الاطعمة اخواني. انا جددت السنارات وعم ابو محمود جدد الكلاليب. والله اخواني اذا سلحفة اكلت القت بسنارات عم ابو محمود ما عنده مزح تيقطع راسه ويطالع ابرته. ثقيلة. ربا قريب على القطب الكيلو. لا تقطعه ما طلع مو هون قريب علق. والله ابو محمود يندخل هاي اذا تدخل يطلع بيدك هو محلك رقيق مو غامق. حسين تبكلاش يا حسين. ها تبكلاش انا كوره. والله اخواني كلاب عم ابو محمود علق من خطيط السلحفات هاقل تقطع راسه. هاي خالو حسين راح تيطالع كلاب عم ابو محمود ما يعرف يذبح زي خالو حسين. شباب هيدي 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 علقاك بيس علقية ها. والله ثقيلة تجي يا شباب. كلام عمي ابو محمود والله احسها سلحفات فقط ما بعرف ثقيلة تجي يا محمود والله. اهلا يا اهلا يا اهلا ومرحبا. والله هات والله هات يا ابو عبير. تعال بس هاي راسها برا اين يا بانساتا. اخواني صيد اليوم هاي مو رفش سلاح ابو محمود. هو راسه برا جيب تنطي لك يا قبل ما تقبس. بانستك مو بشنطتك يا جيبها.
والله بيدك زي تطلع عاب محمود البري. يبتني يشتغل هو واي زرت كذا واي. امسك راسه امسك راسه امسكو. يا وش شعر الخاندنة كبيز ده علقة خال يا ريه يا تبلعني بلع موري ده جرحة ما شوي فلت فلت أبو محمود طلعت بس طلع قال لي راسه طرفي هيك ايوه عيني ياو بس شو ايش علقة بيسة ياو يكون بيدك تشكل ابره ما تعلق هيك خلاص محمود هربي بصوري له قربان خلاص قلنا له هلا الحمد لله ضلت عايشه وطلعنا الابره منها مش السلحفات رقم 2 اليوم كويس جتنا وجبه عشاء السيد قنفوزي يصير وجبه هذا ابو محمود ولا اصلا؟ صغير شوف وش حلوه ما شاء الله شوف اخواني لما تحطوه بالمي هذا هو شقد حلوة ابو محمود اخواني هاي وجبة العشاء تأمنت حولوه على العشاء بعد شوي اخواني شوفوا السيد قنفوز قاعد يذبح والله مكيف والله ايش يعرف يسبح ابو محمود ما يسبح يتحرك بسرعه بس شو هاتهم هذا هو السيد قنفوز تعال نصورك للذكرى لو تعال مو نتعشى عليك هذا يحب عمو ابو محمود يا اخي تيروح عند عمو ابو محمود جلده يحكوا ابو محمود والله اهربي ولدي اهرب تلقطك ابو محمود تتصير منسف ها تيشويك بالله شوفوه اخواني ديروح حبيبي الله معك اخواني السمكة رقم 3 اليوم والله خالو حسين يلو شنز البات تيرو واي اخواني واي درت جاي واي درت كفا درت كفا اخواني هلا رح نعمل له عملية جراحية لنشوف هاي ابو عبير تي طالعة امسك الراس احسن تستحكم ابو محمود مو هيك مو هيك ابو محمود امسك الراس كواني راس الابره هون يا ابو محمود من هون وهيك تتبرم هون وين راس الابره ما تقتل السلحفات هيك ها ايوه يا عيني عليك تذكر تذكر ايش دستي من يا لا تكب على وحتى على الارض ابو محمود لا تخبطها خبط حرام راح تعيش فيها ابو محمود اخواني الصيد اليوم ما عم نلحق ما شاء الله شوفوا
شوف اخواني، ولا بدنا نقوم من هون اخواني، ما رح نضل لبكرة. تنعمل عملية جراحية اخواني. انا لما قلتولكن هالكلاب متفائل انا فيه وما صدقتني. يكون كان نطلع يا جماعة صيد سلحفات، ما كان نمسك حلقة سلحفات. عمي صار خبير عملية. ايه كو طلعت، بس لا توجع. سحب 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 سحبها، بس لا توجع قربان حرام. سحب 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 قال ابراهيم. ايوه ها امسكها، رجع على المي هالمره. معلش لا رجع على المي ولا راح فين بريكم طاقه فاتيه انا ريكي بنتني. طب محمود بالله تبعي زي كو ثقيله عم تجي بالكي فيها سلاحف. يا جماعه قسما بالله هاي خامس سلحفة او سادسة يمكن. بدنا نضبطب معداتنا اخواني. بربك اب محمود لو جينا بنية نسيت سلحفات كانت تنمسك هالقد سلحفات. يا اخي اليوم حظ لعب معنا اليوم اب محمود. يا اخي اليوم الله عطانا. مو تشوي لك شي وحدة اب محمود. بلي. هاي لفات لا هاي خالو حسين ضربها نومه هون يا شباب. تنقوم نشد على البيت يا ابو، عم نجي نشوف كل الحيوانات ما عدا السمك على اساس طلعنا نصيد سمك اليوم. اخواني معداتنا بدنا نضبضبن والله، يا بدنا ننام من هون لبين ما يشق الفجر، ويا من هلا بدنا نحمل حالنا نمشي. اليوم الدنيا قمره، شفت عين كان الدنيا ضويه اليوم، فما بعرف هلا نضب العده ونشوف ايش راح نسوي. حياكم غوالي، يعني قلنا بدنا نضبضب العدة ونقلع من هون كمان. عم بسحب كم فاضي، هي بالطريق اكلها شيء، بقى يا رفش ويا سلحفات ويا سمك يا قروقة. لا الحمد لله صرنا شجرة. احسن من رفش. انا اعرف اول ما سحبتها فاضيه كانت، هو بالطريق. يلا الحمد لله هاي ومو رفش مو سلحفه هاي. اصدقائي الساعه 1 منتصف الليل، بعد منتصف الليل ضبطنا كل المعدات، راح نشوف لنا شيء مكان ثاني ايش نسوي اخواني. سلحفات هلكونا هلك والله، ما نقدر نضل هون. يا عمو محمود اذا ضل للصبح على هالحاله يعني انا وهو بده يسيبنا جلطه بالله، فأحسن شيء توكلنا على الله بدنا نغير مكان. اخواني سقنا 10 كيلو متر لقدام، نشوف ليش ما في محل ابو محمود. الله يشوفني والله مخرج قاعده هونيك على يساره ما في. شوفوا اخواني ما عم بيبين شيء طبعا. مشينا 10 كيلو متر اخواني لقدام، شفنا طريق نزلنا، قلنا قبل ما ندخل بالسيارة شوفوا طبعا طريق أرض بقرة كتير ما في مو؟ لا يلا هيك تقول؟ ما في محل الله. توكل على الله مشي لا نضيع وقت عمي أبو حمو. اخواني شوفوا الأرض هيك جبلية كتير، ما في محل واحد يقعد عند المي. أمرنا لله. هذا ثاني محل طبعا نطلع عليه. نروح نكمل لقدام، شوف لنا شي محل مناسب للقعدة. تعبنا نعسنا ما بعرف، ما بقى يجي منا نصيد، لازم لنا منا ساعة زمان. اخواني نحن ندور على مكان، شوفوا اي هون، شوفوا هاي بومة اها طارت. اخواني اب محمود شاف صديقه الثعلب راح يلعب معه. شوفوا هون هو اخواني ما عم يبين يمكن. كوا عنده يا ابو محمود طلع، بس طلع كلب. إيه. يلا يكزك مو حقك كان يكب حاله علي يعني هيك يلعب معي. يا
يا جماعه هذه الكلمه ما بغيت محمود. طبعا شفنا حيه كمان اخواني قبل شوي، بالله الا شوي كنا راح نمشي فوقها، الله سترنا. الله يعدي هالليله على خير اخواني. شفت عين كان طالعنا محلنا القديم اخواني، هالزاويه كنا نجيها الموسم الماضي، بس شفت عين كان الارض كلها وحل، اضطرينا نستخدم الجزمات. الخال حسين دخل بالوحل كتير، قاعد على يساري، اما ابو محمود قال انا ما راح اصيد اخواني، شاف الوحل قال ما بقى اصيد. شفت عين كان كبيت 5 سنارات، صار نقره كتير قويه اخواني قبل شوي على هالسناره الثالثه. اي هاي نقر جري عليها اخواني، المنطقة هاي فيها جري وفيها صازان كمان، فمتفائلين ان شاء الله. كبيت 5 سنارات، بدي اكب لي كلابين كمان. هلا شق الفجر راح تشرق الشمس هلا بعد شوي. شفت عينكن هدول هون سنارات الخال حسين. حياكن غوالي، قبل شوي صورت لكم فيديو قلت لكم هالسنارة نقرت. واو الحمد لله، قبل 5 دقائق نقرت نفس السمكة يا اخواني. مو كبيرة كتير، يا اما كبيرة وعم تجي معي، ويا اما واو 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 واو. ابو عبير وش تصور الورد؟ نفس الضرب قبل شوية. ها خلص الجري بس علقت اخواني، ما بتطلع بسهولة. يا اجيت والله الحجم حلو. طيب بنطروني كله صار وحل يا على هالحالة عم محمود، على هالحالة صورها من قريب للشباب. عم محمود جبتوا لك سيخ تبعك. الله يعطيك العافية عم محمود. اخواني الحمد لله رب العالمين، ما صار لي ربع ساعة كبيت سنارات اخواني. شوفوا الزاوية تبعنا، هاي سمكة الجري اشتاقت لي مبين اخواني. الطعم فشي ايش علقة بيسي تعلق يا و... اخواني هذا الطعم. قطعة فشي صغيرة قبل 5 دقائق كبيتها، قبل 5 دقائق كبيتها اخواني نقر، عرفتن علي ما علقت. هلا رجعت كبيتها نقر وسحب السمك الحمد لله رب العالمين. هلا على نفس الطعم بدي ارجع اكبها مرة ثانية اخواني. شوف تاني بس شكلها. حياكم اخواني سنارة خالو حسين. ابو خيطه مو كثير طويل طبعا، يلا هاي سحب جرية خالو حسين. ها حجمها منيح يا جماعة. خالف دطاية تأثرها فاتنا. ها خيطين تبع وجهه على بعض الثاني، حجمها حجمي بيمزنه والله، حجمها منيح. الظانم جرية جرية لاخر، فاسحبها قبل ما يضرب عندي. وراك هاي سحب طعم من المي ولا هذا طعم خالو حسين؟ ايه خالو حسين دفيت علي مبكي. ها ور ور بازدان زو يا يا فيزا خبز علق يا طايل دفجة بقر خالو حسين ماسية برافا طايل تحردو علقي سرها بلقي نحوجي بزي كار مسكر نحوجي نحوجي. جري
تعاي انت فلتت هوني بس طلع على الوحل. الله حلوة عاشت ايدك ما شاء الله حجام حلوة والله. ها ياكل ياكل روح خال حسين. عم ينقر عندي. ها اخواني الجري نمبر 2 نفسه مو اكبر يا ابو محمود نفسه يعني نفسه اخواني جريتين خلال 10 دقائق احلى صيد اخواني. الجري رقم 3 اجا والله جابه خال نقف لينا حتى تالي ويطايت قطبك. ها علي تبكم ها؟ والله ترسم بعلقة سرفانشيك ها؟ عاشت ايدك خالو حسين. هذا الجري رقم 3 اليوم اخواني. كبينا للسازان كمان طبعا اخواني ها؟ تي طايبك شي؟ طايبك شي. سناراته يا عدم ببا ها؟ بلا عدم ببي وبلا مبين. جيب خالو حسين جيب عاشت ايدك الجري رقم 3. يا رب ان شاء الله يكون احجام كبيره يا عم يضرب احجام صغيره خالو حسين. ماشي حالك. هس مارتي راحت. خاطرك خالو حسين. لا تهربوا ها؟ سنارتي راحت يا. هرب. يا تو يجمل هشتبالو سنارتي راحت بالماء. ها بربك حياكم اخواني الطعم سمك وفشه واو حجم حلو حجم حلو. صور صور السنارة اوجي شو اوجي شو هاي واحدة ثلاثة اخواني ثانية زي اسم نا 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 تمام عفوا شين بتصور حجمها للشباب قربا يا ليش يا عم يضرب صغير عندنا اليوم. هذا الحجم اخواني اخواني الجري رقم 4 هربنا واحد صار هذا الثالث حياك غوالي وهاي العيون شوفوا اخواني بركش خط حلوه هون اليوم مع انه اليوم راح نتعبى وحال ثيابنا رجلينا شفت عينكم هو لا تحلو الطلعه اصدقائي الا بالبهدله طبعا هون لازم نتوخى الحذر كثير اخواني شوفوا لازم لا نشعل نار ابدا عندنا فشي هلا بدنا نشويها على الغاز اليوم مضطرين اخواني لا سمح الله في حال مسك هون نار اشوفوا اراضي الناس هون اراضي ذرة هون في شعير عرفتن علي في هون نسيت اسمه بالعربية قشقش مليان قش حوالينا اخواني فخطر كتير شعل النار في هيك مناطق فهلا بدنا نشوي الفشي على الغاز اخواني اخواني هاي جا عمي ابو محمود زي على يمين من لما اجينا قلت له كب هون قال ما بدي اسوي رجلي وحل قلت له انا بدي اكب كلاليبك وانت بس قاعد عندن طلع اخواني راح قاعد شغلت 200 متر لقدام كمان هنيك صاد ما بعرف كم سلح في سلحفات هلكوه قام رجع اجى لهون حياكم اخواني هاي كلاليب عم ابو محمود حط فشي موم شوية اخواني رح نجرب بعدنا احنا كثير اسكتوا لك لما احكي بعدنا احنا كثير على السنارات شوفوا الوحل اليوم اخواني رحت اليوم
رحلة اليوم أحلى رحلة. غير كرمال جريتين راح نضل طبعا ضرب الجري بالليل أكثر من بالنهار إخواني. مثل ما قلت لكم قبل شوي على أغلب هون كمان هيك ضرب بالليل، بالليل تعرفوا الجري قرب على القراق. جينا متأخرين لهون نصيب، إيش بدنا نسوي؟ هاي زتة بدي أوصلها لعند الجبل إخواني لعيونكم يا كل. كويسي كويسي كويسي. هاي اخواني كاسة الشاي اكرك عجان من تحت ديات ابو عبير. يا سلام كاسة الشاي هاي اخواني تنشرب 100,000 بكر. اي والله ان شاء الله بعرسي يا عمي ابو محمود. كويس احتنا وافي. اخواني وجبة الغداء فشه مشوية. والله اخواني بالعادة نشوية على الجمر بس اليوم شوفت عينكم حوالينا كله موجود خش. هاي العم ابو محمود طلعوا ايش سوى بالغاز يا جماعة، هلا بده غسلة بلاستيك لحتى ينضف. شويناها على الغاز اليوم اخواني. لا الحمد لله ترزقنا اليوم. لو البارحة جينا لهون ايش كانت نسوي ابو محمود؟ لا كانت نحرق انحرق. كم جوالي كانت نعبيه؟ شرفية هو الرزق من الله بس اقل شيء كانت نمسك لنا شيء 10-15 واحد. ايش 10 وايش 30؟ اخواني وجبة الافطار جبست روزي وتفاح شوية خضروات مع خبز. قال حسين صار كله وحل من فوق ولتحته، محل هو قاعد كتير فيه وحل. هذا الكلب اللي كان يتقاتل هو عم ابو محمود اخواني بالليل. هاي القاعدة دي 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 دي. هيا يلا الشباب الطيبة نقر 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 نقر. اك وين الاحجام الكبيرة اليوم يا ابو محمود؟ ما عم بيقرب احجام كبيرة، ليش هيك؟ جيجدي وقف لون شوف اذا الكاميرا تصور ولا لا. الجري طبعا اخواني لو سازان ما قاعد العب بالسنارة هيك ساعة، بس الجري تعرفوا من قلق. اها هاي جدا. اوه هي عم تروح عليه. هاي تاي هاي تاي 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 لعندي تاي. ليك اجي طب محمود اصور الماكينه للشباب من قريب. يا سلام بين الحلو بين الحلو. كبيرة والله. ليش ولا كبيرة؟ كويس كويس صورها من قريبة ابو محمود معلش. ثانية زي عم تنكر ها؟ ايه اسحبها اسحبها اسحبها. تعي حبي تعي علقتي 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 بيدين اثنين ظالمين. شلون حجمها ابو محمود؟ باشي يو ايش علقة كنسي ياو طلع على السيستم الجديد اخواني. هذا السيستم اليوم جهزته سيستم ابو برتين. شوفوا لي هالحلاوة هاي لك حبة الفشة هون واحدة بعد
بعدها هون شوفوا لي اخواني على هسه السيستم الحلو جربوه وراح تدعوا لي. صور السمكه للشباب عمي محمود. هاي السمكه اخواني 3 كيلو 3.5 يمكن. السمكه رقم 5 هربنا وحده، 4 سمكات صار عندنا اخواني. اخواني خال حسين سحب جري ان شاء الله. قاطب بصوري نزيفك شي نمخه بدا بغابير ولا بصوري كا وين نكمل نافدار نكمل نافدار شاطي ولا حالك دد 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 والله متعاني ديسه ما والله ما تعاني ديسا احلى خال حسين عاشت ايدك خال وايدك هاي اكبر سمكه سحبناها اليوم اخوان يا هذا تاكل فشتنا الكلب ها عاشت ايدك خال حسين وايدك في الضرب شغال هاي شو درك بنسى خال قدرنا كفته بنسى ويدرخينه بس درت كذا ويداف دخل ويداف ده هاولو ويداف ده بالي باش هي دي ها ودسته تا اوكي هناك اللي بنسى جدي كات في سيناري بغرازي بنسى شتربين اخواني سحبت سنارات 4 عندي ما عدا سنارة الكسبة تركتها بالمي معلش معلش خلي على القريب عم محمود يضرب اخواني شوفوا جددتوا حطيت في 4 سنارات حطيت فشة ما حطيت سمك نعم حطيت فشة وكسبة كاب هلا بالمي جددت هلا 4 سنانير هلا سمينا بالله بدنا نكبن اخواني يا سلام يا سلام يا سلام الحلا كله الحلا كله شوفوا لي هالسيستم الحلو شوف هلا بعد شوي السمكة رح يسحب هذا السيستم معلش كله كده الصيد شباب والله سلحفات هلكونا اليوم شفت عين كان قلت اغير عملت خلطة عجين على كيف كيوف كان شعير وعجين وما راح اقول لكم الخلطة كاملة خليها سر هاي هي الخلطة اخواني شوفت هاي كان مع خرزة صفرة احتمال يضرب كارب عليها هلا راح حزتها ونشوف نجرب حزنا السنارة هاي على القنص الحفات فيها اخواني شوفوا شلون عم تتحرك كيفنا شوفوا عمو محمود ابرتو علقانة جوات السلحفة من الصبح مقضينا على هالحالة اليوم السمينا بالله وتنكب خلاص عمي ابو محمود عطاها اوكي قال طيبة يا سلام سلم هات نضرب بطيق قام هوا اخواني الفشة تبعنا على وشك انه تنتهي رح نصيد بالسمك الناعم المساء ان شاء الله رح نضل الى المساء هون والله ريحتها طيبة تبين ابو محمود اعطي له خالو حسين نعم اخواني اليوم السلحفة رقم 91 اليوم هاي صابك ابو محمود شكو نفسي كم كيلو انا اقول يطلع شي فوق ال 30 كيلو اخواني والله مسكنا 5 سمكات وهربنا وحده هذا هو صيدنا على عمو محمود لفردينا السمكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المشاهدين هاي صيد اليوم الحمد لله والشكر 5 جريات مثل ما نكون شايفين احجام عائليه احجام مرتبه اليوم ما شاء الله ها يا 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 كم كيلو يطلعوا ابو محمود والله تقالني يا اخي وجعوا ايدك مو
اي والله. لا توسخن، لا تحطن على الارض لوب محمود، حطن على الخرقه قربان. قالني يا اخي اخواني رحله اليوم الصيد كان وفير. ولا شيء. الحمد لله رب العالمين، هذا كان صيدنا. شوفوا لي هالاحجام ما شاء الله. اليوم راح نذبح خواريف. السيستم الجديد اشتغل معنا شغل كثير حلو اخواني، شوفوا لي هالسيستم هذا. سحبت جريتين عليه اليوم. ما شاء الله احجام كثير حلوة. لحد هون وصلنا لنهاية رحلة اليوم اخواني. هذا كان صيدنا. الحمد لله رب العالمين. 5 اسماك جري سحبنا، وحدة هربت لنا، 6 اسماك. اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهالمغامرة اخواني. شاركتوا كمان، راح تشاركونا هالمغامرة على اليوتيوب ومن خلف الشاشة. كانت مغامرة اكثر من رائعة، استمتعنا كثير بصراحة. نشوفكم برحلات القادمة ان شاء الله، ودام صيدنا ودام صيدكم ان شاء الله. بامان الله.